بتشغيل تطبيق أوبر وبضغطة زر قمنا بطلب سيارة أجرة بعد تحديد مكان تواجدنا، لتحضر السيارة في بضع دقائق وتقلنا إلى وجهتنا المطلوبة. أما سعر الخدمة فيتم تحديده في التطبيق حسب عدد الكيلومترات. خدمات أوبر تم إطلاقها منذ أزيد من عام ونصف، لكنها لا تزال تواجه مشاكل عديدة تعرقل استمرارها. كاينين اكثر من 250 طاكسيات خدامين معنا، وهاد الناس اللي دابا خالقين المشاكل هما صفه قليله من الطاكسيات، ماشي الطاكسيات كلهم، حيت بزاف الطاكسيات اللي خدامين معنا فرحانين، وحيت أوبر كتمكن لهم باش يربحوا اكثر وباش يطوروا في التكنولوجيا وباش يستعملوا يندمجوا مع صفة جديدة ديال الزبائن. خدمات أوبر يصفها سائقو سيارات الأجرة بغير القانونية، كما أن أصحابها لا يملكون بطاقات الترخيص للعمل بمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي أدى إلى احتدام الصراع بين الطرفين واتخاذ نقابة سائقي سيارات الأجرة تدابير تقضي بالحيلولة دون استمرار خدمات أوبر. الإشكال اللي كاين بالنسبة لأوبر، أوبر هي شركة وهمية، شركة أمريكية اللي غزات العالم كامل واللي خلقت ضجة في فرنسا، وحنا هنايا ولله الحمد ما بغيناش نديرو بحال فرنسا ونشلو الحركة، لأن ملي احتجينا على وزارة الداخلية وملي كنا في الولاية، الولاية خرجت بيان بأنها بريئة من هاد أوبر. كيفاش بريئة؟ ما عطيهمش ترخيص، ما كاينش مقر ديال المخابره ديالهم، هما يا معامن وهما كيخدموا غير بواحد لابليكاسيون ديال الانترنت. بين سائقي سيارات الأجرة الذين يخشون انقطاع مصدر لقمة عيشهم وشركة أوبر التي تسعى إلى مواكبة تطور المدينة الذكية التي انخرطت فيها العاصمة الاقتصادية، يبقى الهم الوحيد للمواطن البيضاوي هو الحصول على وسائل نقل ترقى إلى مستوى تطلعاته.